عن وجهه، كشفت عن وجهه، كشفت عن وجه الدب يا جماعة. دير قوي قوي جدا، أقوى من الدب الشرير. السلام عليكم، كيف الأخبار معكم؟ أيمن تيوبر الناسة وسونيك الطيب. اليوم يا جماعة شوفوا إيش لقينا. لقينا المفتاح. اللي ما شاف الفيديو السابق يروح يشوفه عشان يفهم إيش قصة المفتاح. المرة الماضية انخطف خلودة ولقينا سونيك الخيري، اتصلنا عليه ولقانا هون، وكان سونيك الشرير برضو هون، والحمد لله سونيك الشرير راح. والآن أنا وسونيك الخيري وماشا راح نروح على الغابة المهجورة والمسكونة علشان ننقذ مين؟ ننقذ خلودة. تمام يا جماعة، راح ننقذ خلودة إن شاء الله. طبعا يا جماعة احنا كثير خايفين ومترددين وما راح نعرف ايش اللي راح يصير معانا، ايش راح يواجهنا. سونيك الخيري طبعا نبهني كثير وقال لي دير بالك يا ايمن، لانه سونيك الشرير جدا 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 شرير وقوي، والله يسترنا منه. يلا تعالوا خلينا نروح على الغابة. يلا يا جماعة. تعال يا سونيك. طبعا يا جماعة الغابة المسكونة جدا خطيرة لأبعد الحدود، يعني شو ما أحكي عنها خطيرة ما راح تتوقعوا. فهينا متجهين عليها، وزي ما حكيت لكم ادعونا في التعليقات، اكتبوا يا رب. الله يحميكم يا أيمن وماشا ويا سونيك الخيري. تعال يا سونيك. طبعا سونيك يا جماعة، سونيك بيحاول انه يشم الروائح اللي حواليه عشان يستكشف. انني اشم رائحة شيء غريب. وات وات، سونيك قاعد يشم رائحة شيء غريب لكن احنا مش عارفين ايش هو. طبعا يا جماعة اثناء واحنا نمشي سمعنا حركة غريبة ورانا، فانا حاس انه في حدا قاعد بيراقبنا. نعم، ان الحركة وراءنا. اوكي يا جماعة خلينا نرجع شوي لورا، لانه سونيك بيحكي لي انه في شيء قاعد يشم رائحه غريبه. سونيك هاب، استني استني، مين هاب؟ ابعدي يا ماشا. او ماي جاد، هذا الدب الشرير. يا الله كيف حركه ماشا. ماشا انا عرفته، هاب بشوفه مرات في اليوتيوب. او ماي جاد، الدب الشرير بس كثير غريب صح؟ عرفتيه؟ يس. سونيك اقضي عليه. سونيك كن حذرا، سوف اقضي عليه. يا الله ادعوا يا جماعه انه سونيك الخيري يحاول انه يقضي عليه. اوف قوي جدا هذا الدب. ماشا الدب هذا كثير قوي. او ماي جاد، ليتس هايد. سونيك قاعد بيلحق ورانا. اهربي اهربي اهربي. يا جماعه لنا 10 دقائق نركض وضيعنا الدب الشرير الغريب. الحمد لله. ولك ايش هذا الدب؟ انا دائما بشوفه باليوتيوب، شكله كثير غريب. تيك توك يا، وعلى التيك توك بشوفه. هيز ايفل، ذاتس ايفل بار. طيب يلا اسمعي، وين راح سونيك؟ هرب. شفتي كيف قضى على سونيك الخيري؟ كثير قوي قوي جدا، اقوى من الدب الشرير. وير جونا داي ناو يا جماعه، ما توقعت هذا الاشي. من وين اجانا هام؟ ويزاوت سونيك وير جونا داي. كيف طلع لنا؟ سامعه سامعه صوت. يا الله يا جماعة شكله راح على بيتنا. يا رب انه هذا الدب الشرير ما يكون اجى على بيتنا. انا خايف كثير يا ماشا. I'm scared that Sonic is hurt. خليني افوت قبلك. تمام اوكي، I'm behind you. اوكي سونيك. سونيك سونيك متعبًا جدا، طاقتي نفذت من الدب الشرير. يا الله انه قوي. انا اسف يا سونيك. ايمن او نو سونيك، ام سوري. سونيك حبيبي انا اسف، احنا اسفين يا سونيك. سونيك ارتاح ارتاح، لما طاقتك ترجع. وانا اعدك يا سونيك، انا كايمن اعدك اني راح اتخلص من هذا الدب الغريب اللي طلع لي. Yes, we promise. يا ايمن انه قوي جدا. اعملوا لايكات عشان هذا الدب الجديد يضعف.
قوي أو مش قوي إحنا إن شاء الله أقوى ورب العالمين أقوى. يلا تعالوا. يلا ماشي. تعالي نبحث. يلا يلا ماشي بسرعة. لازم نعاقب هذاك الدب الغريب على فعل توب سونيك. اشتمي رائحة الدب. ليكون الدب هذاك. وين الريحة قريبة؟ The bear we know. وين؟ The bear. تحكي إنه الدب اللي إحنا بنعرفه الشرير. Yes. طب وين الرائحة هيك ولا كيف قريبة هون؟ There. الدب الشرير ومعه خلودة. طلعوا يا جماعة. ماشي حاولي انقذيه بسرعة. حاولي انقذيه. إيش في؟ He's too strong. قوي جدا؟ yes. دب اترك خلودة. اترك خلودة يا شرير. كيف اجي لهون؟ كان في غابة. I'm gonna tell you a plan. ايش هي الخطة؟ تحكي لي ماشا انه بدها تعطيني خطة. ايش هي الخطة يا ماشا؟ The bear and I'm gonna take خلودة. ماشا بتحكي انه انا اشتت انتباهه وهي راح تنقذ خلودة. اوكي يلا تعالي. دب شرير اعطيني خلودة. اعطيني خلودة. اعطيني خلودة بحكي لك. وين خلودة؟ خليه بسرعة بسرعة. يا شرير ابتعد عنا ابتعد عنا ابتعد عنا ابتعد عنا. المرة الماضية خطفت ماشا والمرة هاي خطفت خلودة. بس بوعدك إلا أنتقم منه. ما راح تقدر تنتقم منه. ما راح تقدر تنتقم منه. أعدك بذلك. احذر أن تعيدها. هيا ابتعد. يلا خلينا نهجم عليه. خلودة بحكي لي خلينا نهجم عليه. يلا كلكم اهجموا عليه. يا شرير ماذا تريدون؟ يا شرير كشفت عن وجه الدب يا جماعة. كشفت عن وجه الدب يا جماعة. هسه بدي افرجيكم اياه. راح افرجيكم حقيقته. يا الله كيف شكله. طلعوا كيف رأسه عظم. يا الله صعب أصوره هسه. إنه مخيف جدا. رأسه غريب. Oh my God, I'm scared. كشفت عن وجه الدب يا جماعة. طلعوا. طلع لابس قناع. لازم نكتشف مين هذا الشخص. ممكن يكون حدا عم يراقبنا. اعملوا لايكات كثير للفيديو عشان هذا الشخص الشرير يضعف ونكتشف مين هو. تمام. والمرة الجاية راح نحاول افرجيكم وجهه. بس لازم سونيك يساعدني لانه طاقته جدا عالية يا جماعة. وهو غاضب كثير لانه احنا كشفنا عن وجهه. صح يس. واخيرا كشفنا عن وجهه. يلا يا جماعة سلام باي.